والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات والعواصم والمدن العربية والعالمية.